لو الحكاية فيها إن فيكو. وابتديت ألعب مزيكا يعني من زمان جدا في مصر وفي الأردن وفي لبنان وفي فلسطين، وأنا أصلي فلسطيني، والشغل اللي جاي هو مع فرقة الألف اللي هي فرقة مكونة من موسيقيين مختلفين من الوطن العربي، منهم خيام الغني من العراق، خالد ياسين من لبنان، بشار فران من لبنان، وبيس لوقا من مصر. والفرقة دي بنحضر الألبوم الأول للفرقة، هينزل أول السنة الجاية، وعندنا قريب حفلات في أوروبا في آخر شهر 10 في أوسلو وكوبنهاجن وستوكهولم وبرن في سويسرا، وبعديها الألبوم لما يخلص هنبتدي عروض في الوطن العربي إن شاء الله. اسمه إيه الألبوم؟ اسمه ألف. اسمه ألف؟ تمام. عايزين نتكلم عن بدايتك في مصر والناس استقبلتك ازاي؟ والله دي صعبة شوية، لان انا عشان مولود هنا، فانا بدي يعني طول حياتي يعني موجود في مصر، فمش يعني ما جيتش من بره. اللون يعني. اللون بتاع الاغاني الناس انت شايف؟ والله هو يعني هو خاص بذوق ناس معينة، مش لون مزيكا كل الناس بتحبه، ومش لون مزيكا في كل الأذواق ممكن تعجبه، يعني هو خاص جدا بذوق معين الناس ممكن يلمسها، وممكن لا، ممكن تلاقي فيه حاجة، وممكن لا ببساطة. والناس اللي بتتابع الشغل بتبقى عادة رأيها مهم جدا، سواء بالسلب أو الإيجاب، سواء أونلاين أو معلومات الأشخاص، يعني بعرف منهم رأيهم، وبيختلف برضو من أغنية للتانية، لأن كل أغنية بحد ذاتها بحاول أجرب فيها حاجة مختلفة شوية، يعني كل أغنية فيها حاجة شكل. كلمنا على الأغنيتين اللي أنت قدمتهم النهاردة، أنت قلت إن هما بيشرحوا حاجة معينة كده، عايزينك تقولها لنا كده. الأغنيتين الجداد خالص، أول واحدة فيهم اسمها الخد، وهي نزلت فيديو كليب أسبوعين تقريبا، ثلاث أسابيع، وهي يعني أغنية حب يعني، بس بمنظور معين كده، فكاهي شوية. والأغنية التانية اسمها ماذا على الناس، هي لسه ما نزلتش في حتة، أول مرة أجربها النهاردة على مسرح يعني. والأغنية بتتكلم عن قد إيه الناس بتتدخل في حياة البني آدم، وبتصنفه طول الوقت، وبتقول عليه من وجهة نظرها انه هو عامل كده، يعني هو شخص غبي، او شخص مثلا سكير، او شخص ما بيفهمش، او شخص متزمت، او شخص دايما في تصنيفات كده عندنا، وما بنسيبش الناس بحالها، يعني ما بنتعاملش معهم كبني ادمين، عندهم حياتهم وانا عندي حياتي، كل واحد حريته في حياته، ومع مبدأ الاحترام طبعا. بس عندنا طول الوقت هاجس التدخل ده، هاجس انه نراقب الناس ونحكم عليها غير ما نعرف قوي عن حياتهم وعن نفسهم كبني ادمين يعني. فالاغنيه بتتكلم عن كده، وهي كلماتها قديمه شويه يعني، مش جديده خالص، كلمات مصطفى وهبي التل، شاعر اردني من يعني من فتره، مات من فتره مش قريبه يعني، وهو طول الوقت كان معروف انه بيقول الكلام ده، وحتى الحكومة الأردنية ما كانتش بتحبه قوي، علشان هو طول الوقت بيتكلم عن الحاجات، المشاكل السياسية والاجتماعية والثقافية وكل الكلام ده. بس هو شعر طبعا يعني معروف في الأردن، مش مجهول ولا حاجة، ولقبه عرار، في ناس تعرفه اسمه عرار، اسمه الحقيقي مصطفى وهبي التل. فأدي الأغنية التانية. تمام. تحب تقول إيه لجمهورك اللي حضر النهاردة واللي ما قدرش يحضر؟ تحب تقول له إيه؟ أقول له شكرا.